ومعنا مشاهدينا الكرام من عمان هاتفيا السيد عبد القادر النايل الناشط السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر. بداية، كيف تصف قرار الحكومة إغلاق 32 مخيما للنازحين مع قرب موعد الانتخابات؟ أهلا وسهلا بكم. من المؤكد أن هذه الإجراءات التعسفية التي تجري على رؤوس النازحين من غير أن يوفر لهم بيئة آمنة وكذلك إعادة إعمار منازلهم ومناطقهم المهدمة وأي تخطيص أي ما يذلل الصعاب حول عودتهم إلى مناطقهم، هذا يؤكد على أنه لا زالت هناك عمل على العودة القسرية من أجل حقيقة كسب ود بعض المنظمات الدولية من أجل أن يقال أن حكومة العبادي أرجعت النازحين، ولا زالت هي تعمل بهذا الملف. والحقيقة والميدانية لما يجري هناك هو عملية حقيقة إرجاع النازحين الذين يتمنون الآن الخيمة أفضل من رجوعهم إلى المناطق، لا سيما أن المنازل المهدمة لا زالت فيها جثث متفسخة لم تعمل الحكومة على رفعها، وكذلك الألغام المنتشرة في تلك المناطق التي دمرت بالكامل جراء القصف. ومعلوم المنظمات الدولية والكل يعلم والعالم بأن هذه المناطق حقيقة فيها ألغام كثيرة، وبالتالي هناك خطورة حقيقية على هؤلاء الناس، لا سيما أن الحكومة لم توفر بالمطلق أي ما يؤهل عودة النازحين أو أنها بالفعل قد عوضتهم. إلى هذه اللحظة الحكومة منشغلة بدعاياها الانتخابية وبصرف الأموال الطائلة لتلك الأحزاب مقابل عدم صرف أي مبلغ من المال للنازحين، لا سيما أنه حتى موازنتهم موازنة خجولة باتجاه النازحين. يعني لجنة النزاهة في مجلس النواب كشفت عن تلاعب بمليار دينار من مخصصات النازحين في محافظة الأنبار، أين تذهب تلك الأموال وما دور الحكومة والمنظمات بخصوص هذا الفساد؟ هذا الفساد المستشري حقيقة هو برضا حكومي، وما يحدث هو عملية تسويق للكتل السياسية من أجل رصد مبالغ لدعاياها الانتخابية من أجل تمرير عملية الانتخابات، وأن هناك دعاية انتخابية، وبالتالي ما يجري من سرقات واضحة تصف في جيوب هؤلاء الفاسدين الذين حقيقة استشرى. وهذا المبلغ يعني ربما الناظر والمتتبع لحال محافظة الأنبار يرى أن هذا المبلغ صغيرا بالنسبة لما يجري من عمليات إحالة العقود والأعمال التي تجري من قبل منظمات دولية. هناك منظمات ودول تساهم في عملية بعض إعادة الإعمار العام في البنية التحتية، وبالتالي هؤلاء المسؤولون يعني عملوا شركات خاصة لهم يتم من خلالها إحالة العمل من تلك المنظمة وأخذ المال، وبالتالي على واقع الأرض ينفذ منه 10 أو 15% ثم تسرق الأموال، وبالتالي ما يحدث سرقات كبيرة في الأنبار وفي الموصل وفي محافظات أخرى. الحكومة ترضى لأن هناك نصيبا ماليا يأتي إليها ولحملاتها الانتخابية من هذا المال المهدور والمسروق الذي هو يخص الشعب ويخص النازحين ويخص المتضررين. طيب، منظمة الصليب الأحمر صنفت العراق يعني من أكثر البلدان معاناة من الألغام على مستوى العالم، لماذا برأيك يترك سكان الموصل والرمادي عرضة للموت وغيرها من المدن بالألغام؟ لأن الحكومة لا زالت تنهج النهج الطائفي ولا زالت تعمل على تهجير وقتل واعتقال أكثر عدد ممكن من هؤلاء الناس في هذه المحافظات، وبالتالي الأحداث واقعة ومعلومة تماما لما تفعله الحكومة، حيث لا زالت الاعتقالات تجري ولا زالت عملية تهجير والدفع من الناس إلى عدم العودة إلى مناطقها واضحة وإصدار الأوامر، ثم أنها بالتالي تعمد على عدم رفع الأنقاض حتى يتم قتل أكثر عدد ممكن من الناس، وهذا كله يجري بإطار طائفي بحث على هذه المناطق. وإلا يعني حقيقة لو كانت هناك حكومة عادلة لذهبت باتجاه رفع الأنقاض، لذهبت باتجاه رفع الجثث. إلى هذه اللحظة يعني لا زال الشباب المتطوعون في مدينة الموصل ينتشلون الجثث تلو الجثث لدفنها، وبالتالي معلوم للجميع أنه بعد هكذا أشهر وسنة ونيف من عملية استعادة الموصل لم تعمل الحكومة، بل لم تألو جهدا صغيرا في انتشال تلك الجثث، فكيف تريد منها أن تنتشل الألغام؟ إذن هي تتعمد عملية إبقاء الألغام، وإلا فإنه حتى العمليات العسكرية التي دفعت الحكومة باتجاه استعادة المدن تحت سيطرتها أيضا هي دفعت باتجاه تدميرها تدميرا غير مبرر ب
بطريقة حقيقة تنم على أنهم يريدون تهديم هذه المناطق بالكامل، وبالتالي جعلها مناطق غير صالحة للسكان أو للحياة البشرية. شكرا جزيلا لك من عمان سيد عبد القادر النايل الناشط السياسي.